الاستعدادات الامنيه اللي كتشاهدوا كاينه خطه امنيه اللي وضعها المديريه العامه للامن الوطني وجدت لها جميع الادوات اللي هي لوجيستيكيه والادوات والدعم البشري المناسب. السيد ولي الامن على ضوءها حط واحد الخطه امنيه اللي هي مناسبه في اطار التامين ديال جميع المرافق وجميع الاماكن الحساسه والحيويه اللي ممكن يرتادوها اشخاص سواء كانوا اجانب او كانوا مواطنين، ذلك حفاظا على امنهم وسلامتهم وممتلكاتهم من اجل السنه اللي تمر في احسن الظروف وعاديه باذن الله كباقي السنوات. القوات اللي هي مجنده لهذا الغرض هي قوات كافيه، هناك دعم كذلك اللي هو موضوع في اماكن اللي هي مخصصه، وهاد القوات اللي كتشاهدوا دابا اللي هي وحدات امنيه مختلفه متنوعه مندمجه فيما بينها غتكون تكلم لغه واحده وهي التامين وكذلك اليقظه الامنيه والتغطيه. الوحدات الامنيه غتشاهدوها في الشارع العام ان شاء الله الرحمن الرحيم بان راه حتى حاجه ما بقات في الصدفه، وانما هناك خطه امنيه دقيقه ومحكمه من اجل تامين هذه المناسبه.